طيب أخيرا في إكسترا اليوم هنروح لمحافظة الأقصر، وهذه المحافظة اللي بنرصد منها أهم أعمال التطوير اللي بتشهدها بإنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحديدا في منطقة طود، في رسالة زميلي محمد محروس اللي بنتابع فيها مزيد من التفاصيل. مشروع محطة صرف صحي الطود المتكامل واحدة من عشرات المحطات التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة الأقصر. تخدم هذه المحطة مركز ومدينة الطود والقرى التابعة لها. طبعا هذه المحطة بدأت تدخل الخدمة منذ فترة قصيرة. لمزيد من التفاصيل عن هذه المحطة معنا المهندس عبد الله بكري المدير التنفيذي لفرع الهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظه الاقصر. برحب بحضرتك معايا يا باشمهندس. عايزين نعرف من حضرتك تفاصيل اكثر عن هذه المحطه وما تضمه من اجهزه، وما كنا شايفين في اجهزه حديثه موجوده في المحطه. كلمنا اكثر عن هذه المحطه، مساحتها، القدره الانتاجيه ليها. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ محمد، برحب بحضرتك وباسره القناه وبالساده المشاهدين. احنا هنا في مشروع صرف صحي الطوط المتكامل. احنا هنا خاصة في محطة رفع صرف صحي ابو مسلم. المحطة دي تقع على مساحة 800 متر مسطح، تمام. دي المحطة الرئيسية في الطوط. المشروع بيتكون من محطة رئيسية وعدد 4 محطات رفع فرعية. احنا لو اتكلمنا عن تعداد السكان اللي بتخدمهم هذه المحطة واهم المناطق التي تخدمها محطة الطوط المتكامل. بالنسبة للـ5 روافع اللي عندي في الطوط القديمة، إن شاء الله هيخدموا حوالي 45,000 نسمة من مواطنين مدينة الطوط. المشروع تقريبا تكلفته تجاوزت 210 مليون، اللي هي 5 محطات رفع ومحطة المعالجة. طبعا محافظة الأقصر فيها قرى عديدة كانت تعاني من الحرمان من مشروع الصرف الصحي أو خدمة الصرف الصحي. الآن الدولة يعني تخوض معركة إذا صح التعبير لتوفير هذه الخدمة للسكان هذه القرى. لو حضرتك تدينا أمثلة ونماذج عن بعض هذه المشروعات التي يعني انتهت الهيئة من تنفيذها أو جاري تنفيذها هنا في محافظة الأقصر. احنا الحمد لله يمكن من فترة بسيطة، من حوالي أسبوعين أو أقل، تم افتتاح محطة واحد في إسنا. المحطة دي استفاد منها أكثر من 27,000 مواطن، علاوة على بعض المشروعات اللي تم تنفيذها وتسليمها لشركة المياه ودخولها الخدمة. عندي بالنسبة لمدينة الأقصر، المنشار العماري، صرف صحي البيضية، مدينة محطة رفع البيضية، الرواج، مشروع صرف صحي الحبيل. الهيئة الحمد لله نفذت 3 محطات رفع فيه، 2 دخلوا خدمة متكامل، 1 جزء إيجاري العمل فيه. علاوة على بعض محطات المعالجة زي معالجة الزنية، صرف صحي الزنية، ده مشروع ضخم جدا في المحافظة بطاقة 22,000 على 33 متر مكعب في اليوم. وإن شاء الله احنا بنجهز الجاري دلوقتي تجارب التشغيل في المحطة دي. المهندس عبد الله بكري المدير التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الأقصر، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. إذا مشاهدينا الكرام، من هنا من محطة الصرف الصحي بمنطقة الطود، هذه المحطة المتكاملة والتي ستخدم أهالي مركز ومدينة الطود والقرى التابعة لها، تحدث معنا المهندس عبد الله بكري المدير التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي هنا في محافظة الأقصر عن تنفيذ عشرات المشروعات فيما يتعلق بخدمة الصرف الصحي والتي تتم في عدد كبير من القرى ومراكز المحافظة، وتهدف هذه المشروعات لتغطية المحافظة بالكامل بخدمة الصرف الصحي. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، والآن عودة إلى الاستوديو.